بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلابنا أحبابنا دكاترتنا كل سنة طيبين، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله في الفيديو ده نبدأ مع بعض سلسلة تريكات المنهج من أول شابتر 1 بإذن الله. هنبتدي كده نعرض المادة بصورة أدق بحيث ان انت عندك خلفية باللي فات، ونبدأ بعد كده بإذن الله نحل أسئلة الثانوية العامة السنين السابقة عشان انت تبقى مطمن، وبعد كده ان شاء الله الفيديو اللي بعده نرفع مستوى الأسئلة بإذن الله بحيث ان انت تستفيد من المراجعة الجزئية دي. نسمي الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بسم الله، تارجتنا في الفيديو ده سبورت ان بلاند، فيسيولوجيكال سبورت. سمي الله، بنقول مع بعض كده سبورت ان بلاند. ليه البلاند بوسيسز؟ يعني يمتلك ديفرنت ميثودز، وسائل اند سيستمز، يعني اجهزه ووسائل مختلفه فور سبورت للدعامه، تدعيم النبات، مينتين اتس شيب، يحافظ على شكله، اند فور بروتكشن، للحمايه فروم اكسترنال فاكتورز، الحمايه من العوامل الخارجيه زي الامطار زي الرياح، دي كلها عوامل انت عارفها. النبات بيمتلك وسائل واجهزه مختلفه لتدعيمه والمحافظه على شكله ولحمايته من العوامل الخارجيه. نبدا نقول مع بعض انواع الدعامه في النبات. Two types of support in the plant. Physiological, فيسيولوجية، ودي temporary يعني مؤقتة، تعتمد على الووتر ابزوربشن، اديني ميه اديك فيسيولوجيكال، افقد الميه افقد الفيسيولوجيكال. طب وبتعتمد على ايه من الاورجانيلز؟ مينلي افكتد باي ساب فاكيول، الفجوه العصاريه، عصاريه يعني جواها سوليوشن. جميل قوي، كونسنتريشن. طب وايه كمان؟ والسيل ميمبرين. يبقى لما اسالك فيسيولوجيكال تقول لي تمبرري، جميل قوي. تعتمد على physical phenomena يعني وظاهرة فيزيائية. طب affected mainly by the organelles vacuole، ويضغط على السيل ميمبرين. اما الاستراكشرال سبورت، الدعامة التركيبية permanent، دائمة، بتعتمد على ديبوزيشن، عملية الترسيب، رص وسيب السبستانسز على مين؟ على السيلول والبارتسوفيت. يبقى عايزك كده تبقى جاهز معايا على طول بانواع السبورت اللي هما فيسيولوجيكال واستراكشرال. فيسيولوجيكال دي ديبندس اون ووتر ابزوربشن، امتصاص الميه باي اوسموسيس. طب حضرتك مين هيخش جوه؟ هيخش الووتر ده فين؟ هيخش جوه حاجه اسمها فاكيول، ساب فاكيول، فجوه عصاريه، يبقى جواها سوليوشن كونسنتريشن، تركيز للمحلول، ولازم يكون هاي يعني الميه قليله عشان يقدر يعمل ابزوربشن اوف ووتر. ومين اللي يحرك الميه؟ ايوه كده، الاوسموتيك بريشر، هو ده البريشر اللي بيعمل ديفيوجن اوف ووتر. تمام كده، في فروم هاي كونسنتريشن اوف ووتر تو لو كونسنتريشن اوف ووتر. اما الاستراكشرال دي بيرمننت، ثابته دائمه. طب بتعتمد على ايه؟ على الديبوزيشن، ترسيب اربع مواد انت عارفهم، سيلولوز والجنين وكيوتين وسيوبرين، على مين؟ على السيلول او بارت سوفيت، اجزاء منه. يبقى لازم ابقى عارف كل حاجه بتاثر عليه. احنا اتفقنا احنا هنقول التريكات بحيث ان انت تبقى مستوعب ومجمع المعلومات مع بعضها. طيب تعالى نبدا النهارده فيسيولوجيكال سبورت. طب دي دعامه بتعمل ايه؟ افكتس، تؤثر على السيل اتسيلف از هول، بتؤثر على الخليه نفسها ككل الخليه بتاثر عليها. طيب زي ايه؟ زي نفخ البالون. ايه ده؟ ايه اللي جاب البالونه؟ فحتى كده لو قلنا ديفليتد بلاد سيل، ادي دي خليه نباتيه مفرغه ما فيهاش هواء، يعني لو تيرشر بريشر. ايه التيرشر بريشر ده؟ ده ضغط الامتلاء. تمام كده. طب المفروض ان هنا ده بلانت سيل، يبقى ضغط الامتلاء بايه؟ بالماء، قليل. طب هنعتبر ان ده كده ده بلاستيك باك اللي هي الخليه. جميل. طب واللي انا ماشي عليه ده السيل ميمبرين. طيب وحضرتك ديفليتد بالون، ده ديفليتد فاكيول، يبقى الفاكيول دي ما فيهاش ميه، يبقى الميه قليله، اكيد تبقى الاملاح او الشجر عاليه اللي هي السوليوت. جميل. طيب حضرتك دلوقتي هنعمل عمليه ايه؟ بلو انتو ذا بالون،
انفليت ات، نقعد ننفخ، بس الهواء ده مش احنا ننفخ الخليه النباتيه بالهواء، احنا ننفخها بالميه. جميل. طب لما الميه تخش هتخش جوه مين؟ الفاكيول. طيب تبقى انفليتد بلاد سيل، امال هنا كانت ايه؟ ديفليتد، مفرغه. طب هنا اتملت، يبقى في هاي بريشر، بريشر ضغط امتلاء. طب وضغط الامتلاء ده ماله؟ عالي. طب زاد بايه؟ بالميه. جوه مين؟ جوه الفاكيول. يبقى انا عايزك تفهم ان الفيسيولوجيكال سبورت زي نفخ البالونه. طيب البالونه اللي هي مين؟ احنا قلنا كده فيسيولوجيكال سبورت از افكتد مينلي باي، الله يكرمك كده، فاكيول. فاكيول، فاكيول هي اللي عامله موضوع الفيسيولوجيكال سبورت. طب جوه الفاكيول دي ايه؟ مفيش هواء، جواها سوليوشن. طب وكلمه سوليوشن يعني ايه؟ يعني ووتر وسوليوت. طب الميه جوه الفاكيول دي عشان تشرب الميه لازم تكون قليله، يبقى الاملاح عاليه، يبقى هاي كونسنتريشن. طب الميه بره الخليه لازم تكون هاي، يعني السوليوتس قليله. طيب يبقى في حاجه كده اسمها اوسموتيك بريشر، ضغط الاسموسي اللي بيعتمد على الصوليوتس. ايوه كده، الله يكرمك. طب تعالى نشوف كده ايه اللي حصل يا سيدي. احنا قلنا انها عامله زي البالونه، نبدا بقى ونركز ده مين؟ ادي السيلول. طيب سراوند ذا سيل، والسيلول سراوند مين؟ بلازما ممبرين، واهم اورجان هو الساف فاكيول. مين اللي هيخش جوه الخليه؟ الووتر. جميل. طب وهيخش كده بالايه؟ بالاوسموزيس. طب وده نتيجه ان في ضغط اسمه اوسموتيك بريشر. طب والاوسموتيك بريشر عمل ايه؟ ووتر موفز انتو ذا سيل ديو تو اوسموزيس كونسنتريشن اوف ذا سيل كونتنتس. طب هنا ايه اللي حصل؟ المايه لما دخلت، دخلت جوه مين؟ الفاكيول. مين اللي بدا يزيد؟ تيرجر بريشر، ضغط الامتلاء. يبقى اللي خلى المايه تتحرك هو الاوسموتيك بريشر. وطب والنتيجه جوه اسمها تيرجر بريشر، جوه مين؟ الفاكيول. طب وده هيضغط فين؟ اوتورد. طب يضغط على مين؟ بروتوبلازم. طب وايه البروتوبلازم ده؟ سيل كونتنتس، اول سيل كونتنتس، الماده الحيه في الخليه اسمها بروتوبلازم. تاني، الماده الحيه في الخليه اول سيل كونتنتس اسمه، كل مكونات الخليه اسمها بروتوبلازم. طب يضغط على مين؟ على البلازما ممبرين. طب والبلازما ممبرين يضغط على مين؟ على السيلول. يبقى سيل كونتنتس بريس اون سيلول. طب وبعدين؟ قال لي لا، ده السيلول ريسترينز، يقاوم اكسبانجن اوف سيل ويز وول بريشر، ضغط الجدار. يبقى احنا كده معانا ثلاثه بريشر، اوسموتيك بريشر ده اللي خلى الميه تتحرك، ده بريشر ذات كوزز ديفيوجن اوف ووتر. تيرجر بريشر ده نتيجه الفيلنج اوف ذا فاكيول ويز ووتر. طيب والوول بريشر ده ريسترينز اكسبانجن اوف ذا سيل ويز ذا سيل وول. طب ده اتجاهه لبره وده اتجاهه لجوه، لكل فعل رد فعل، عشان كده الخليه دي يحصل لها ايه؟ تيرجد، تنتفخ، نوت بيرست، نوت بيرست، ولا تنفجر لوجود مين؟ الوول بريشر. امال لو كانت ديت انيمال سيل، لا كان هيحصل لها عمليه بيرست ديو تو ابسنس اوف سيل وول. تعال بقى نشوف الخطوات ديت واحده واحده. قلنا كده ووتر انترز مين؟ قلنا كده الفيسيولوجيكال سبورت افكتد مينلي باي ساب فاكيول، بانهي فينومينا؟ اوسموسيس. طيب السايز، حجم الساف فاكيول دي انكريسز، بريسز يضغط على بروتوبلازم، بوشز اوت سايد على مين؟ على السيل وول. السيل وول يحصل له اكستندز ديو تو انكريز بريشر، اسمه ايه ده؟ تيرجر بريشر اكتنج اون ات. زير فور الخليه يحصل لها سويلز، يبقى اول ما تكون سويلز يبقى ده فيه فيسيولوجيكال سبورت. ات بيكمز، اكتب هام بقى جدا كده عند النقطه دي، ستريند وول، جدار متوازن. يبقى اذا لما يكون في فيسيولوجيكال سبورت يبقى في تنشن، الجدار متوتر. يبقى انا لو ضغطت دلوقتي حالا على البالونه دي هلاقيها متوتره لان جواها ضغط، امال لو ضغطت على ديت مش هلاقي في اي توتر، ما فيهاش ضغط. يبقى اذا الخليه النباتيه لو هيكون عندها فيسيولوجيكال سبورت يبقى اسمه ستريند وول، خلي بالك من اللعب بالالفاظ. طب يبقى كده ات اكوايرز، تكتسب سبورت، نوعها ايه؟ فيسيولوجيكال سبورت. كله تمام؟ تعال بقى نشوف كده حبيب قلبي، the pressure of the water against cell wall of the plant cell اسمه تيرجر بريشر، ضغط الامتلاء.
طب وما انفجرتش ليه؟ عشان الوول بريشر في اتجاه عكسي اوبزيت تو تيرجر بريشر. طب كده نخليها حصل لها ايه؟ ان اوردر فور ذا سيل نوت بيرست. يبقى حضرتك في اوسموتيك بريشر, ده بريشر ذات كوزز موفمنت اوف ووتر ديو تو ديفرنس ان كونسنتريشن اوف سوليوتس. جميل جميل. طب دخل الفاكيول سبب حاجه اسمها تيرجر بريشر, ضغط امتلاء اتجاهه اوتسايد يضغط على البروتوبلازم, يضغط على البلازمبرين, يضغط على السيل وول. طب وبعد كده السيل وول ده يعمل عمليه ايه؟ ريزيستنس, يعمل عمليه مقاومه, ريسترينز, يقاوم الاكسبانجن. عشان كده الخليه ديت يحصل لها تيرجيديتي نوت بيرست. تعال نشوف يعني ايه بقى اوسموزيس ديفيوجن. يا مستر هي ديفيوجن ولا اوسموزيس؟ الاوسموزيس نوع من انواع الديفيوجن بس للووتر بس وعن طريق السيمي بيرميابل بلازما ممبرين. ركز. يبقى من تاني ديفيوجن يعني موفمنت اوف ووتر, اللي بيتحرك ووتر, يبقى اوسموزيس ووتر. طيب ثرو اهم حاجه, ده بقى اهم حاجه, هو ده المتحكم. سيمي بيرميابل بلازما ممبرين, غشاء شبه منفذ. جميل. طيب فروم ميديوم اوف هاي كونسنتريشن اوف ووتر, يعني الميه كتيره, يعني لو سولتس اللي هي المادة المذابة سواء أملاح أو شجر, to another low concentration of water يعني high concentration of salts. تعال نشوف هنا كده حضرتك, ده مين؟ ده high water. جميل. ولو شجر. طيب أمال هنا إيه؟ ده low water يبقى high sugar. حضرتك مين اللي بيتحرك؟ الووتر من high concentration للو concentration عن طريق مين؟ selectively permeable membrane. طب ده لو ما كانش موجود, لا ده كانت الميه مشيت مع الشجر او الميه مع الاملاح والدنيا بقت سداح مداح, يبقى لازم يكون في سيلكتيف بيرميابيليتي للبلازما ممبرين. ازاي؟ تعال نشوفها اوضح. حضرتك دوت السايد A وده كده السايد B. حضرتك ده سوليوت ماده مذابه, امال الووتر ده سولفنت مذيب. جميل. حضرتك دلوقتي حالا في السايد A ده مين؟ اخبار الماده السوليوت, لا ده قليل, يبقى كده الكونسنتريشن قليل. انا ما بقولش حاجه اسمها تركيز الميه, مفيش حاجه اسمها تركيز ميه, اسمها تركيز الماده المذابه. الماده المذابه قليله يبقى التركيز قليل. طب يبقى كده الاوسموتيك بريشر ماله؟ قليل, لان حضرتك دلوقتي الاوسموتيك بريشر ده بيعتمد على الكونسنتريشن اوف سوليوت. يبقى في سيمي بيرميابل بلازما ممبرين, ده اهم واحد, ده سيمي بيرميابل بلازما ممبرين. طب ده ما كانش ينفع يبقى بيرميابل, لو كان بيرميابل يبقى الميه هتعدي مع الاملاح والدنيا هتبقى سداح مداح. لازم تخلي بالك من الحته دي, لازم يكون سيمي بيرميابل, لان لو ما فيش سيمي بيرميابل هيبقى اللي هيمشي الميه مع الاملاح والدنيا هتبقى سداح مداح. امال احنا عايزين نحرك مين بس؟ الووتر. جميل. طب يبقى موفمنت اوف ووتر. جميل. منين؟ من هاي كونسنتريشن اوف ووتر. رايح فين؟ تو لو كونسنتريشن اوف ووتر. طب يعني ايه هاي كونسنتريشن؟ يعني لو سوليوت. طب يعني ايه لو سوليوت؟ يعني لو كونسنتريشن اوف سوليوشن. طب يعني ايه لو كونسنتريشن اوف سوليوشن؟ يعني لو اوسموتيك بريشر. طيب تعال نشوف. يبقى في اربع حاجات انا عايزك تعرفه, واحد اثنين ثلاثة اربعة. يبقى الووتر موفز فروم اي ووتر تو اي ووتر, من هاي ووتر تو لو ووتر. طيب من اي سوليوس لاي سوليوس, من لو سوليوس لهاي سوليوس. طب من اي كونسنتريشن لاي كونسنتريشن, من لو كونسنتريشن لهاي كونسنتريشن. من اي اوسموتيك بريشر لاي اوسموتيك بريشر, من لو اوسموتيك بريشر لهاي اوسموتيك بريشر. تمام. قول لي مين اللي بيتحرك؟ الووتر. جميل. من ايه ووتر ليه ووتر؟ من هاي ووتر ليه لو ووتر. من ايه سوليوتس ليه سوليوتس؟ من لو سوليوتس ليه هاي سوليوتس. طب من ايه اوسموتيك بريشر ليه اوسموتيك بريشر؟ من لو اوسموتيك بريشر لهاي اوسموتيك بريشر. يبقى اذا الاوسموتيك بريشر بيعتمد على الووتر ولا السوليوت؟ السوليوت. الله يبارك لك. يبقى اذا اوسموتيك بريشر ات از ذا بريشر ذات كوزز ديفيوجن, انتشار يعني باسج اوف ووتر من خلال سيمي بيرميابل بلازما ممبرين. خلي بالك من الحاجات دي مهمه جدا عشان لما نيجي نحل. ديو تو ديفرنس ان ذا كونسنتريشن اوف ذا سولفنج سبستانس, الماده المذابه سواء ميه سواء املاح او سكر. سوليوت. طيب ان ووتر اون ذا تو سايدز اوف ممبرين. طب العلاقه ايه؟ ذا ريليشن بتوين كونسنتريشن اوف سوليوتس ان ذا سوليوشن اند اوسموتيك بريشر ان سوليوشن لازم تكون دايركتلي. ما احنا لسه قايلين لو سوليوت لو اوسموتيك بريشر, هاي سوليوت هاي اوسموتيك بريشر, تبقى العلاقه نوعها دايركتلي. تعال بعد كده نشوف
ادي تو سيلز. هو ينفع النبات ده الشرينك ده يبقى ترجد؟ طب ينفع النبات الترجد ده يتحول يبقى شرينك؟ قال لي اه. احنا قلنا اول حاجه في الفيسيولوجيكال سبورت بيرمننت ولا تمبرري؟ تمبرري. طب ايه اللي حصل؟ افقد ميه افقد الفيسيولوجيكال، جين ووتر جين الفيسيولوجيكال، يبقى ينفع الترجد تبقى شرينكد؟ اه. ازاي؟ اكسبوجر تو صن لايت وزاوت ابزوربشن اوف ووتر، فتره زمنيه طويله من اشعه الشمس بدون امتصاص ميه، النبات يدبل. تمام. العكس، اديني ميه اديك فيسيولوجيكال. طب هيخش الووتر ده فين؟ انا معايا دكاتره بقى، هيخش جوه مين؟ الفاكيول. مين اللي يزيد؟ ترجر بريشر. طب والترجر بيقدر يضغط على مين؟ ما هو كل اللي بره ده السيتوبلازم بالاورجنز اسمه بروتوبلازم، يضغط على البلازما برين، يضغط على السيلول. طب والسيلول الخلايا دي يحصل لها ترجد ولا بيرست؟ لا ترجد. طب ليه؟ عشان في حاجه اسمها وول بريشر. طب وده بيكون سيم ولا اجينست؟ لا ده اجينست للترجر بريشر. طيب تعال بقى نشوف كده فيسيولوجيكال سبورت تمبراري مؤقته. تمام. As it affected by the presence of water. اديني فيسيولوجيكال او اديني ووتر اديك فيسيولوجيكال. افقد الووتر افقد الفيسيولوجيكال. عشان خاطري ركز باني، فيسيولوجيكال temporary depends on water absorption by، اهو بقى خلاص عرفنا بقى مستر اوسموزيس. طيب مين الاورجنز اللي بتتاثر بيها؟ depends on the presence بلا ما تنسى فاكيول as well as بلازما ميمبرين. طب وحضرتك بقى inversely proportional مع مين؟ مع التمبريتشر. كل ما التمبريتشر تزيد كل ما الترانسبيريشن يزيد، كل ما اللوز اوف ووتر يزيد، لوز اوف ووتر يزيد يبقى الفيسيولوجيكال تقل. كل ما الدراينس يزيد يعني مفيش ووتر يبقى الفيسيولوجيكال تقل. امال العكس دايركتلي بروبوشنال تو ترجر بريجر. فين الناس الشاطره؟ ضغط ايه ده يا جدعان؟ ضغط الامتلاء. امتلاء مين؟ السافاكيول. بتمتلى بالايه؟ بالووتر. طب لما يزيد الفيسيولوجيكال تزيد. طب والسيل سايز ما هو معتمد على الفاكيول. كل ما الفاكيول تزيد اهو، كل ما الفاكيول تزيد البريشر يزيد والخليه نفسها حجمها يزيد، يبقى دايركتلي. طب وايه كمان؟ ووتر ابزوربشن ريت، امتصاص الميه لما يزيد الترجيديتي تزيد، السايز اوف ذا سيل يزيد، الفيسيولوجيكال ايه تزيد. يبقى كل دي عوامل طرديه امال عكسيه مع التمبريتشر والدراينس. نيجي بعد كده على الحته المهمه جدا. احنا قلنا كده ان في ثلاث حالات، دي كده ريد بلاد سيلز يعني انيمال سيل، ودي كده البلانت سيل. ايزوتونيك يعني محلول متساوي التركيز، متعادل يعني. طيب اللي جوه قد اللي بره، ايه اللي هيحصل؟ مفيش حاجه، نورمال في البلانت ونورمال في الانيمال. طيب هايبو لو، احنا اتفقنا كده لما خدنا الهرمون هايبو لو. تمام. لو يعني محلول، انا ماليش دعوه بالميه، محلول منخفض التركيز. حد يقول لي منخفض التركيز يعني الميه كتير؟ طب حضرتك لما تكون الميه كتير يعني انا حطيت البلانت سيل دي في محلول بره اقل منها، يعني سي ده 5% كونسنتريشن اوف سوليوشن وبره 1% كونسنتريشن اوف سوليوشن. حضرتك تقول لي ال 5% دي معناها ايه؟ 5% دي يا مستر ابراهيم معناها 5% ده تركيز السولتس او الشوجر. طب وامال يتبقى لك كام؟ 95% ميه. طب و1% ده يعني يعني 1% سولتس، يتبقى لك 99% ميه. يلا بينا بقى الميه تتحرك من اللو للهاي ولا من الهاي للو؟ من الهاي للو، يبقى دي جين ووتر. طب ولما تعمل جين ووتر تبقى ترجد ليه مش بيرست؟ ليه؟ لان دي بلانت سيل. اما فوق حضرتك ده يحصل لها ايه؟ سويل، سويل تنتفخ. طب وحضرتك مفيش سيلول يحصل لها بيرست تنفجر. امال دي مين؟ دي ريد بلاد سيل. ليه يا مستر؟ لان احنا قلنا كده كان هنا التركيز كام؟ 5% برضه. انتوا اللي تقولوا بقى 5% يعني ايه؟ يعني 5% سولتس.
يتبقى لك 95% مية حطيناها في نفس الحكاية 1% concentration of solution، يعني 1% عبارة عن سولتس، يتبقى لك 99% مية. طب الخلية دي جين 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 جين، السايز الضغط بيزيد بيزيد لغاية ما يحصل لها بيرست due to absence of cell wall. أمال هنا هايبر هاي هايبر هاي خدناها في الهرمون، يبقى محلول مرتفع التركيز يعني المية قليل. يبقى أنا اتحطيت في محلول تركيز المية فيه أقل من عندي، يعني يعني حضرتك دلوقتي نسين دي زي ما هي 5% solution concentration حطيناها سي في 20% concentration of solution. قول لي بقى أنت يا دكتور، يلا 5% يعني إيه؟ سامعك على فكرة، 5% salts أو sugar ما تفرقش معانا، يتبقى لك 95% مية فولة. تعال بقى قول لي ال 20% دول يعني إيه؟ هتقول لي 20% سولتس، جميل، يتبقى لك كام؟ هتقول لي 80% مية، جميل قوي. حضرتك هتقول لي الووتر ترانسفير من اللو للهاي ولا من الهاي للو؟ الووتر بيتحرك من الهاي للو. ايه ده؟ ده جين ووتر ولا لوز ووتر؟ لا لوز ووتر، يبقى هيحصل لها شرينكس يعني تنكمش، شريفلد هي برضو نفسها تنكمش في الحالتين لانها اتحطت في محلول ها اعلى منها. خلي بالك، يبقى المية بتحب الملح، تاني المية بتحب الملح، تاني المية بتحب الملح، المية بتحب تروح للأملاح الكتير. تعال اما فاهمها، قول لي دلوقتي المية هنا كام؟ 99 والأملاح 1. طب والمية هنا كام؟ 95. طب والأملاح 5. يبقى المية الكتيرة حبت الأملاح الكتير، يبقى المية تحب الأملاح. وصلت كده؟ طب العكس هنا، تعال قول لي كده حضرتك، ادي دلوقتي قول لي ادي الميه ادي 95 و5 املاح، طب وهنا 80 و20 املاح، لا ده الميه ها راحت للاملاح الكتيره، يبقى الميه تحب تروح للملح، تاني الميه تحب تروح للملح الكتير، كله تمام. تعال بقى نجيب الاستوماتا اوبننج اند كلوزنج وافكار كتيره جدا. احنا عارفين يا دكتور حضرتك كده ان دي الليف، طيب والليف ديت في الابر واللور في تايني بورز، الجمع بتاعها اسمها استوماتا. ايوه استوماتا، ايوه انا خدتها في تانية ثانوي لما كنا بناخد الليف استراكشر. ادي الابر ابيديرمس تمام، وده حضرتك فيه بعد كده باليسيد، جميل جميل، وبعد كده في الاسبونجي. ايوه وقلنا بقى ان في حاجه كده اسمها لور ابيديرمس، ادي جارد سيلا اهي وادي جارد سيلا اهي حضرتك، ودي كده الكيوتين ما عدا الاستوما، دي فتحه اسمها استوما. يبقى الاستوما ده اتش بور ثقب تمام سراوندد باي ابير اوف جارد سيلز، يبقى دي جارد سيل ودي جارد سيل، دي خلية حارسة ودي خلية حارسة. الجارد سيلز كان تشينج ذا شيب تو اوبن اور كلوز ذا ستوما، طب وبتفتح ازاي وتقفل ازاي؟ عشان خاطري ربنا يحفظك يا رب، الاستوما اوبن مفتوحة اهي اهي، ما هو ده الثقب اهو، ده اهو اللي انا بشاور عليه ده حضرتك، ده الثقب، جميل. طب الثقب ده مفتوح ليه؟ عشان في تريجيديتي للجارد سيلز. ليه؟ ده ليك انت بقى، في دلوقتي ده بالنهار، الله ده جميل قوي الموضوع ده بالنهار. طب وبالنهار في فوتوسينسز، والفوتوسينسز تطلع شجر، والشجر ده يزود الاوسموتيك بريشر، يوم يحصل ابزوربشن فوتر، يبقى حضرتك هيحصل لها تريجيديتي. يبقى امتى تكون الاستوما اوبن؟ لما يبقى في تراجيديتي، يبقى كده الفيسيولوجيكال سبورت هتزيد. الله ده احنا ناس ممتازه جدا كده، تمام الناس الجميله وصحصحه. تاني قول لي الاستوما اوبن ولا كلوز؟ اوبن، ربنا يبارك فيك. امتى؟ نهار ولا ليل؟ بالنهار طبعا، تمام. طب وحضرتك دلوقتي حالا ليه؟ هو في ايه بالنهار؟ في عمليه فوتو سينسز، واحنا اتفقنا ان الفوتو سينسز بيأثر على الفيسيولوجيكال، جميل ربنا يحفظك. قول لي الفيسيولوجيكال ده يزود الجلوكوز، جميل، والجلوكوز لما يزيد ده سوليوت، اوسموتيك بريشر هيزيد، سحب الميه هيزيد، جميل قوي. يبقى في تراجيديتي، يبقى كده في فيسيولوجيكال سبورت بالنهار، اعكس بالليل ايه اللي حصل؟ الاستوما كلوزد قفلت. انت اللي هتقول لي بقى اعكس تفهم، هو في فوتوسينسز؟ لا مفيش فوتوسينسز بالليل. طب وطالما مفيش فوتوسينسز يبقى حضرتك مفيش شوجر، طب ولو مفيش شوجر يبقى الاوسموتيك بريشر ها
هيقل. طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ الوتر هيحصل اسمه كده اكسو اسموسيس، هيخرج الميه بالاسموسيس برضه. طب وحضرتك دلوقتي حالا لما خرجت الميه بالاسموسيس ده حضرتك كده هيحصل لها شرينك. طب ولما يحصل لها شرينك ايوه يا مستر ابراهيم هيحصل لها كلوزد، يبقى بتقفل بالليل، يبقى كده الفيسيولوجيكال سبورت هتقل كده تمام. يبقى الفيسيولوجيكال سبورت بتزيد بالنهار، ربنا عزك احنا بنراجع بقى ها. يبقى الاستومة اوبن عشان الجارد سيلز الله يكرمك جين ووتر. طب وايه اصلا شربت المية ليه؟ عشان فيه بالنهار فوتوسينسيس، والفوتوسينسيس دوت يزود فيه الجلوكوز، والجلوكوز يزود الاسموتيك بريشر، يوم يسحب مية يحصل لها ترجيديتي، تقدر بقى هي تعمل جازس اكستشينج، تاخد الكربون دايكسيد وتطلع الايه الاكسجين. جميل. امال ولو في ترانسبيريشن نعمل اسند اوف ووتر. طيب امال الناحيه الثانيه بالليل مفيش فوتوسينسيس، يبقى مفيش شوجر، الاسموتيك بريشر يقل، الاكسو اسموزيس يعني خروج الميه برضو بالاسموزيس هيبدا يزيد، يبقى كده هيحصل لها شرينكج، هتقوم يحصل لها كلوزد. كله تمام. تعال بقى نشوف كده، خلي بالك بقى يا دكتور، اف ذا ريت اوف لوس اوف ووتر، معدل فقد الميه، ماله يا مستر ابراهيم؟ جريتر اكبر من الريت اوف ابزوربشن الامتصاص. رجاله اديني ميه اديك فيسيولوجيكال، افقد ميه يبقى البلانت لوسز فيسيولوجيكال سبورت. اعكس اف ذا ريت اوف بلانتس ابزوربشن اوف ووتر، معدل الامتصاص جريتر ذان ريت اوف بلانت لوس الفقد، اديني ميه اديك فيسيولوجيكال، يبقى البلانت جينز فيسيولوجيكال سبورت. طب احنا عايزين نعرف بقى الاستوماتا دي فايدتها ايه؟ الاستوماتا دي فايدتها حاجتين انت عارفهم من السنه اللي فاتت، جاز اكستشينج، وكمان اهم عمليه ترانس بايريشن النتح. النتح النتح يعني ايه؟ لوس اوف ووتر ان فورم اوف فيبر، فقد الميه في صوره بخار. النبات بيفقد الميه في صوره بخار لحاجتين يا دكتوره، ايه هما؟ واحد الاسند اوف ووتر عن طريق الكوهيجن والادهيجن والترانسبيريشن ثانيه ثانوي، وتاني حاجه تو ديكريز بلانت تمبريتشر، زي ما حضرتك بتعمل سويتنج زي ما انت بتعرق عشان تو ديكريز اوف بودي تمبريتشر، النبات بيعمل لوس اوف ووتر تو ديكريز بلانت تمبريتشر كده تمام. طب في عوامل بقى الله يحفظك يا رب، ربنا يكرمك كده، عايزك تركز لي في العوامل دي كويس جدا. ايه هي الفاكتورز that lead to increasing، خلي بالك زيادة الترانسبيريشن. اول حاجة increasing surface area of the leaf، يعني كل ما سطح النبات يزيد، كل ما الاكسبوجر تو ريز يزيد، كل ما التمبريتشر تزيد والنمبر كمان. طيب ادي نباتين، ادي نبات واحد اهو وادي نبات اتنين، الاتنين قد بعض في الليفز بس العدد ده عنده اربعة، يبقى مين هيعمل ترانسبيريشن اكتر؟ رقم اتنين. increasing الاستوماتا نمبر، طيب increasing atmospheric temperature، طيب ده هيبقى الله يبارك لك عندها هام جدا بقى وعايزك ورقك وقلمك شغال معايا، decreasing humidity الرطوبة بتاعت الاتموسفير. خلي بالك في فرق بين الهيوميديتي اوف اير والهيوميديتي اوف ذا سويل. كل ما الهيوميديتي اوف ذا اير انا لسه قايل لك ايه؟ ترانسبيريشن لوس اوف ووتر ان ا فورم اوف فيبر. طب دي نبات عايز يفقد الميه في صوره بخار، طب واصلا الهيوميديتي يعني ايه؟ يعني درجه تشبع الهواء ببخار الميه. طب لو الرطوبه عاليه النبات هيفقد الميه ازاي؟ فمش هيقدر يفقدها، يبقى كل ما رطوبه الهواء تزيد الترانسبيريشن يقل الله يحفظك. طب وكل بقى الهيوميدي بتاعت السويل تزيد يعني الميه كتير الترانسبيريشن هيزيد، فخلي بالك ربنا يحفظك هيوميديتي اوف اتموسفير. طب انكريزنج لايت انتنسيتي شده الاضاءه يعني في تمبريتشر عاليه، وانكريزنج ذا ابزوربشن ريت اوف ووتر، كل دي حاجات بتاثر في الترانسبيريشن لازم تكتبها الله يحفظك وتايد الكلام ده في صوره نوتس. وانا جايب لك بقى النهارده ايه التريكات بقى، انا عارف ان انت عندك خلفيه فاحنا عايزين نعلى بالمستوى، ربنا يوفقكم جميعا. نيجي بعد كده خلاص قلنا الاستوما خلاص كده دي اوبن، انت اللي تقول لي بقى بالليل ولا بالنهار؟ جميل، نهارا. جميل، نتيجه ان عمليه في فوتو
ايوه كده سينسز. طب والفوتوسينسز دوت يزود ايه؟ الشوجر. جميل، يزيد. طب وبعد كده الاوسموتيك بريشر ايه اللي هيحصل له؟ هيزيد. طب والفيسيولوجيكال سبورت هتزيد، يبقى الترجيديتي ليها يوم هي تبن اوبن. كل دي اسئله بافكار جت. واعكس بقى ليلا مفيش فوتوسينسز، يبقى البرودكشن اوف جلوكوز بيقل، يبقى الاوسموتيك بريشر بيقل، يبقى اكسو اوسموسيس، يبقى حضرتك كده الفاكيول ديت هيحصل لها شرينكج، يبقى الاستوما دي هيحصل لها كلوزد. نيجي بعد كده ربنا يخليك، بقول لك خلي بالك يا دكتوره، ده مين؟ الانتشار. تمام، الانتشار موفمنت اوف مولكيولز of liquid or gaseous substance from a medium with higher concentration of substance to medium of low concentration. واخدينها يبقى قلنا كده ده كده high concentration لي low concentration، في هنا مين؟ molecules or ions، يبقى ده اسمه diffusion. بس ركز بقى، diffusion occurs in the presence of permeable membrane or absence of membrane. ربنا يخليك بقى ركز في الشويه دول وربنا يحفظك. Osmosis is a special case of diffusion، يعني لسه قايلها لك في الشرح، الاوسموزيس ده نوع من انواع الديفيوجن، حاجه خاصه. بس اونلي مين اللي بيتحرك؟ اللي بيتحرك اوسموزيس، اوسموزيس تبقى ووتر هو اللي بيتحرك. طب بيتحرك عن طريق مين؟ لازم يكون سيمي بيرميبل ممبرين، ما تبقاش كده الدنيا سداح مداح والميه ماشيه مع الاملاح. طب تعالى نشوف كده اول حاله، دي ديفيوجن وزود ممبرين. ليه؟ ادي المولكيولز اهي وحضرتك اتنقلت المولكيول دي من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن لغايه ما حصل حاجه اسمها اكوليبريم. طب في الحاله الثانيه ديفيوجن ان ذا بريزنس اوف بيرميبل ممبرين ذات الاو الممبرين ده اهو الاو السوليوت مولكيول تو باس، اهو عدى اهوت لغايه ما حصل عمليه اكوليبريم. امال الاوسموسيس الثيرد كيس، الاوسموسيس لا 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 ده في سيمي بيرميبل ممبرين وبيعمل الاوز للووتر اونلي، ربنا يعزك، يبقى اللي اتحرك الميه بس من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن. كله تمام؟ تمام. تعال بقى نشوف فيسيولوجيكال سبورت تمبراري، فهمت بقى مستر انها مؤقته، ديبندس اون ذا سيل بينج فيلد ويز ووتر ثرو اوسموسيس. جميل. وين ووتر از لوست ات ويكنس، تضعف، يبقى اديني ميه اديك فيسيولوجيكال، افقد ميه افقد فيسيولوجيكال. طيب اور سبورت ديسابير، عشان كده تشينجز اوفر تايم، بتتغير، النبات يكتسب الميه يكتسب الفيسيولوجيكال سبورت، يفقد الميه يفقد الفيسيولوجيكال سبورت. طيب حضرتك امال بقى الاستراكشرال سبورت، لا بيرمننت ثابته بتعتمد على ديبوزيشن ترسيب رص وسيب. ترسيب مين؟ أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، حضرتك عارفهم زي اسمك وهنقولهم دلوقتي في الاستراكشر. الطيب الأمير ابن الناس الطيبين، سيليلوز بيرميبل المنفذ الوحيد. أمال في ثلاثة مع بعض شغالين، كيوتين وكمان لجنين، اللجنين وكمان السيوبرين، دول مالهم يا مستر إبراهيم؟ إين 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 زعلانين impermeable يا دكتور. طيب the deposition of some solid permeable أو solid material on the walls of plant cells or parts of them، يا إما بتترسب على الجدار أو أجزاء منه. طب ودي بتبقى permanent doesn't change، وأنت دلوقتي حالا لما بيترسب السيبرين أو الكيوتين ينفع نشيله تاني؟ ما ينفعش، خلاص ثابتة ما بتتغيرش. طب وحضرتك تعالى نشوف، يبقى ده مع الوقت وده السترينث بتاعت السبور، ايه رايك في ديت؟ دي ثابته يا مستر ابراهيم، اكيد اللي ثابته دي هتبقى ايه؟ الاستراكشرال، يبقى ثابته بتعتمد على ديبوزيشن الترسيب رص وسيب. امال حضرتك طالعه نازله نازله طالعه تزيد وتقل، اديني ميه اديك فيسيولوجيكال، افقد ميه افقد فيسيولوجيكال، يبقى ديت مؤقته اللي هي الفيسيولوجيكال. تمام تمام. تعال نشوف بقى نسيج منتشر جدا،
اي نبات احنا خدنا بقى في الريبرودكشن. ادي حضرتك السيد جواها مين دي؟ جواها الامبيريو. ايه امبيريو؟ قال له يا مستر اديني سيوتبل كونديشن فور جيرمينيشن، عمليه الانبات. هيبدا يطلع راديكال وبعد كده يطلع بلاميول. كل الخلايا بقى اللي طالعه دي كلها طالعه 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 طالعه، كل ده اسمه بارينكايما. بارينكايما اكتر نسيج، وهو النسيج الاولاني لاي خليه ليفينج. ليفينج بينها مستر ابراهيم ده اوفال اور راوند، جميل. والجدار بتاعها سن سن سيل وول اللي هو مينلي ميد اب اوف سيليلوز. ميد اب اوف ايه؟ سيليلوز. يبقى ده البرايمري وول. حلو كده، مفيش عليه اي ديبوزيشن. طب وحضرتك جواها one or more vacuole، تمام. طالما vacuole يبقى هتعمل physiological. طب بيقول لي دي contain large one large vacuole or more، بيكون فيها thin bitted wool consists of cellulose. طب وبيكون permeable للwater. It provides the plant with temporary مؤقتة physiological. طب والفيسيولوجيكال سبورت افكتد باي سيفرال فايتال بروسيسز، لسه قايلينهم ابزوربشن اوف ووتر والفوتو سينسز والترانسبايريشن، قلناهم لسه شارحينهم دلوقتي. يلا بينا بقى، كل ما التمبريتشر تزيد كل ما الترانسبايريشن يزيد 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 لغايه ما يبقى فيه معدل ثابت بقى. ما هو لو في زاد 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 قوي النبات هيموت، يبقى لازم فيه في عمليه ساتوريشن. طيب امال الويند فيلوسيتي، كل ما الرياح تزيد، الرياح لما بتزيد بتحرك الهواء فالرطوبه تبدا تقل، يبقى الترانسبايريشن يبدا يزيد. ده تاثير الويند فيلوسيتي على البلانت ترانسبايريشن. طب والهيوميدي، الرطوبه درجه تشبع الهواء ببخار الميه. طب كل ما تشبع الهواء بالميه يزيد النبات مش قادر يعمل عمليه الترانسبايريشن، يبقى عكسي. طيب كل ما انا عيني على يا جماعه في اتنين اكسس اكس واي، اي جراف يجي لي عيني الاول على المتغير الثابت والواي التابع له. انا عارف ان انت ممتاز وشاطر بس احنا بنذكر بعض. يبقى في محورين اكس واي، اكس ده عيني عليه اول ما يجي لي الجراف اشوف يا ربي هو من اكس ده زيرو، واحد اتنين تلاتة اربعة، يا رب من الشمال لليمين. الفيسيولوجيكال سبورت كل ما تزيد ايه اللي هيحصل للوول بريشر؟ فيسيولوجيكال سبورت تزيد يعني المية بتزيد، يبقى الترجر بريشر بيزيد. طب يبقى كده الوول بريشر هيزيد، تبقى العلاقة دايركت. طيب rate of transpiration loss of water in a form of vapor، كل ما تفقد مية الفيسيولوجيكال تقل. طبعا حضرتك دلوقتي اسموتيك بريشر، هو الاسموتيك بريشر ده تعريفه ايه؟ قال لك the pressure that causes diffusion of water according to concentration of solute. طب يا ربي انا عايزك تقعد تعمل كده وانت بتحل الجراف، كل ما الميه فقدها يزيد يبقى كده الاملاح هتزيد. طب وكل ما الاملاح تزيد الاسموتيك بريشر يزيد، تبقى العلاقه دايركت. طيب الكونسنتريشن اوف سوليوتس، كل ما تركيز الماده المذابه يزيد، دي حاجه سهله جدا الاوسموتيك بريشر، لان اصلا الاوسموتيك بريشر بيعتمد على الكونسنتريشن اوف سوليوت. كل ما السايز اوف ذا سيل يزيد يعني الميه بتزيد، يعني الاوسموتيك بريشر بيزيد، يعني الفيسيولوجيكال بتزيد. يبقى الاوسموتيك بريشر ايه ده؟ الاملاح. يعني الاملاح مالها مستر ابراهيم؟ هتقل. يبقى الاوسموتيك بريشر اللي بيعتمد على تركيز السوليوتس هيقل، يبقى العلاقه انفرسلي. ترجر بريشر ضغط الامتلاء، امتلاء مين؟ الساب فاكيول. انا عايزك تقعد تعمل كده وانت بتحل بايه؟ بالميه. طب كل ما الترجر بريشر يزيد ايه اللي هيحصل؟ طب بس الاسموتيك بريشر ده لسه قايلين وبيعتمد على تركيز مين؟ السوليوتس، سواء ملح او سكر. طب كل ما الميه تزيد يبقى الملح والسكر يقل، تبقى العلاقه انفرسيف. دي كتير جدا، ترجر بريشر اوسموتيك بريشر. طيب تعالى بقى بعد ما خدنا
النقط المهمة على الفيسيولوجيكال سبورت نطبق من أسئلة الثانوية العامة، سواء امتحان تجريبي أو امتحان دور أول أو امتحان دور تاني، بحيث ان انت تبقى ان شاء الله مطمن كده، وربنا يوفقك يا رب ويسددك ويوفقكم جميعا. يا عم قول امين يا عم، الله يكرمك. امين يعني اللهم استجب. تعالى كده نحل كام سؤال مع بعض، والاهم من الحل ان احنا نفهم نحل ازاي. اولا مستعين بالله سبحانه وجل في علاه. انا عارف والله ان انت مضغوط، ويعني انا مش عايز اقول لك، وانت طبعا طلاب السنتر عندي عارفين الكلام ده، احنا بنعمل الكلام دوت يعني ان ربنا يوفقكم، وحبا في الله سبحانه وتعالى وفيكم كده، ان احنا العلاقه بيننا علاقه حب وود في الله، فاحنا عايزين ايه ننهض مع بعض. فاهم حاجه، اقرا السؤال كويس، افهم السؤال عايز منك ايه، حلل السؤال، حلل الداتا، ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. سم بالله، بسم الله. اول سؤال معنا بيقول ايه؟ In an experiment to illustrate the relation between amount of water absorbed, كمية المية الممتصة by the plant from the soil, and the lost amount, الكمية المفقودة during transpiration. يبقى كده جايب لي الزمن وكمية الماء الممتص، تمام كده، وكمية الماء المفقود. طيب in different times of the day the results were as shown in the following table. تعال بقى نشوف كده. At the beginning of experiment، في بداية التجربة كان الابزوربت قد ايه؟ الممتص 25 كيوبيك سنتيمتر. طب واللوست 25. ايه ده؟ ده الامتصاص 25 والفقد 25. اخباره ترجد ولا شيك؟ والله انا شايف ان هو نورمال، يعني مستر رايم، يعني اللي جاي على قد اللي رايح. طيب بعد 3 ساعات after 3 hours 25 ده الممتص، 40 ده المفقود. لا كده المفقود اكبر من الممتص. طب وبعدين؟ انا حاسس كده انت اللي تقول لي ترجد ولا شرينك. لا ده كده هيبدا يحصل له عمليه شرينك لان المفقود اكتر. طيب بعد 9 ساعات after 9 hours ده الممتص 25 كيوبيك سنتيمتر، والمفقود نفس الكلام، المفقود اكبر من الممتص، هيبدا برضه شرينك ولكن اقل شويه معدل الشرينكج. طيب بعد 12 ساعة 25 برضو كيوبيك سنتيمتر الممتص، و20 ايه ده بقى؟ ده حضرتك كده الممتص كام؟ 25 والمفقود 20. لا ده كده الممتص ده موضوع الامتصاص اكبر من المفقود. جميل قوي كده، تمام. طب هيبدا ايه؟ بداية ان هو يرجع تاني يترم، اللي هو يبقى ترجد كده، تمام. عملت انا ايه؟ قريت السؤال، حللت الداتا، اشوف عايز ايه. يبقى احنا مش عايز استعجال، انت مستعين بالله وواحده واحده وان شاء الله هتوفق. طيب بيقول لي what is the reason for the changes occurred during the experiment. هل change in structure؟ بالله عليك اديني ميه وافقد ميه، دي structural؟ لا طبعا. طيب the plant will be subjected to permanent wilted، يعني ذبول دائم after 9 hours from the beginning. فين 9 hours؟ يعني هو بعد 9 ساعات خلاص هيبدا، يبقى في ايه ده؟ ده لسه ده هو يرجع تاني يشرب اكتر ما يمتص، يبقى كلمه دائم دي غلط، ما ينفعش from the beginning. طيب سي physiological support is not affected during experiment. يا راجل اديني ميه، اديك physiological، افقد ميه افقد physiological، ما تتاثرش. لا تتاثر. طب the plant regains، يستعيد its physiological support after 12 hours from the beginning of experiment. اهو بعد ال 12 ساعة بدأ الامتصاص يزيد عن المفقود، يبقى هيبدأ يستعيد التراجيديتي، يعني هيستعيد physiological support، تبقى الإجابة letter D. السؤال اللي بعده، study the following graph that illustrates the strength of two types of support A and B then conclude. حضرتك دلوقتي نجيب ايه الازرقه دي؟ يلا امشي كده. ايه ده؟ نازله طالعه، نازله طالعه، لوز ووتر جين ووتر. حد يقول لي ده هيت السبورت ايه؟ فيسيولوجيكال ولا استراكشرال؟ يا عم الحاج دي فيسيولوجيكال سبورت، دي دعامه فيسيولوجيه. ليه؟ لانها مؤقته بتعتمد على امتصاص المية. امال بي ماشي 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 ثابتة، حد يقول لي مين الثابتة دي؟ الاستراكشرال. جميل قوي.
طيب انا كده حددت عرفت ان ايه ديت هي الفسيولوجيكال وي بي هي الاستراكشر بتعتمد على الديبوزيشن الترسيب روس وسي. بيقول لك وات از ذا ديفرنس بتوين تو سبورتس اي وبي. هل سبورت ايه اللي هي الفسيولوجيكال ديلز ويز سيل وول؟ لا ده بيعتمد على سب فاكيول. الله يكرمك الله يكرمك ويحفظك. يبقى الفيسيولوجيكال ديبندس اون سب فاكيول وكمان السيل ميمبرين. طيب امال مين بقى اللي بيعتمد على السيل وول؟ الاستراكشر. طيب السبورت ايه اللي هي الفيسيولوجيكال بروفايدس هاردنس اند بروتكشن؟ بالله عليك صلابه؟ لا ما تنفعش صلابه وحمايه لا. طيب الفيسيولوجيكال ايه دي؟ تمبرري مؤقته. دي كده مؤقته صح. طيب وبي اللي هي الاستراكشرال بيرمننت ثابته. يبقى هي دي الاجابه. طيب بيقول لك الاستراكشر ايه ديبندس اون ديبوزيشن؟ الفيسيولوجيكال بتعتمد على ديبوزيشن. لا تبقى الاجابه ليتر سي. السؤال اللي بعده what is the cells that provide the plant with structural support؟ ماشي. And have an indirect role يعني دور غير مباشر in maintaining physiological. ايه ده يا ربي ايه ده ترسيب وفي نفس الوقت ليها دور. طب تعالى كده نشوف احنا خدنا حاجة اسمها الابيديرمس. مالها الابيديرمس؟ يعني البشرة. خلي بالك البشرة دي فوقها ابيديرمال سيلز عشان الاميونيتي. ايه قال لي يا مستر ابراهيم عليها كيوتين. الله طب الكيوتين ده ترسيب دي بوزيشن يعني ترسيب رص وسيب. طب لما يكون ترسيب يبقى ده ايه؟ استراكشرال سبورت. طب وحضرتك ده الفيرميابل ولا امبرميابل؟ ده راجل امبرميابل. طب ولما بيكون امبرميابل تو بريفنت لوس اوف ووتر او تو ريديوس لوس اوف ووتر. طب وحضرتك دلوقتي ده جوه مين ده؟ دي جوه سب فاكيول. اخبارها ايه؟ دي بيكمز تيرجنت. الله والتيرجنت دي تبع مين؟ الفيسيولوجيكال سبورت. الله 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 ده هي اصلا استراكشر. جميل يبقى هي اصلا مين لي ديبوزيشن. يبقى انا بدات افهم استراكشر. طب وحافظت بما انها امبرميبل تو ريديوس لوس اوف ووتر عشان تقلل فقد الميه يبقى حضرتك بقت الخليه مينتين اتس تيرجيديتي يبقى ده فيسيولوجيكال. طب نشوف ستون سيل. يا سنه بيضة الخلايا الحجريه ده دي نوع من انواع اسكيليرين قايمه. ده خرب بيتك ده انت نون ليفنج. فايبر اختها ما تنفعش. ليف ابيديرمال. ايه يا حبيبتي دي الاجابه دي. وفلويم بارينكايما. لا 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 ما تنفعش بارينكايما ما فيهاش الا فيسيولوجيكال بس. يبقى الاجابه ليتر سي. السؤال اللي بعده ستادي ذا اوبزيت دروينج that shows the effect of light in opening and closing stomata in plant leaf. what can you do؟ وربنا هزعل منك. ده الاستوما ده الثقب اهو حلو ماله اوبن امتى؟ بالنهار. طب وحضرتك دول ايه؟ جارد سيل. ماله ترجد؟ لو انت ما قلتليش بالنهار ترجد ليه انا هزعل منك. شفت بقى انا بعمل لك ايه؟ بديك الاول التركات عشان نقدر نحل الاسئله ان شاء الله. قول لي بقى بالنهار في عمليه فوتو سينثيسيس يوم الجلوكوز يزيد يوم الاوسموتيك بريشر يزيد يوم سحب الميه يزيد تبقى ترجد وكل ما الترجد تزيد الاوبننج تفتح. جميل تعال بالنهار دي كلوزد مقفوله بالليل عذرا دي ات نايت. حلو كده. طب وحضرتك دي اخبارها ايه يا مستر؟ دي شرينج دي دبلانه. طب قول لي بقى دبلانه ليه؟ اعكس مفيش لايت يبقى ما فيش فوتوسينثيز يبقى الجلوكوز قليل يبقى الاوسموتيك بريشر قليل يبقى حضرتك يحصل اكسو اوسموسيس ده هيخرج الميه وتبقى شرينكد وهيحصل كلوزنج للاستوما ات نايت. كده عملنا ايه؟ كده حللنا. تعال نشوف بقى نشوف هل الاستراكشرال سبورتنج استراكشرال ايه؟ احنا ده بايا يا عم الحاج. طيب الجارد سيلز لوز زير فيسيولوجيكال سبورت ات نايت. بالليل حصل شرينكج وطالما حصل شرينكج يبقى لوز فيسيولوجيكال. هي دي الاجابه بس نتاكد برضو. لايت هاز ان افكت اون بوث فيسيولوجيكال واستراكشرال. لا
طيب guard cells lose their structural، ما فيش حاجة اسمها structural، يبقى كله physiological، تبقى الإجابة letter B. What is the consequence of decrease the rate of water absorption in mimosa plant؟ water absorption هو الوتر ده بيأثر على مين؟ على physiological support، يبقى كده physiological support هتبدأ تقل. تعال نشوف بقى ايه نتيجة نقص امتصاص المية ونقص الفسيولوجيا. increasing rate of transpiration هو لما يكون النبات عنده مية قليلة كده المعدل transpiration. لا طيب dropping of its leaves وستيمز، ما dropping هنا يعني هيحصل لها wilting نتيجة ان هي مفيش physiological support، يبقى الاجابة letter B. نشوف برضو الباقي decreasing salt لما المية تقل الاملاح تقل، لا المفروض ان الاملاح هتزيد. طيب root hydrotropism ده تبع الووتر لما يكون في one side، وصرحناها في support ونشرحها تاني لما يكون كده حضرتك ادي ده كده الروت. طيب وحضرتك ده هنا كده ادينا بنراجع ده كده الووتر اونلي وان سايد مش ايكوال مش ديستريبيوشن في مش ايكوال ديستريبيوشن. ايه اللي هيحصل؟ الاوكسين زي ما قلنا بتروح كده توورد ذا ووتر. طب لما يحصل هنا في الروت بيحصل انهبيت ذا جروس اوف ذا سايد اند الونجيشن اوف ذا سايد اواي، عشان كده هيحصل ايه بوزيتيف هايدروتروبيزم. يبقى الموضوع ده ملوش دعوه، ده الكلام ده جوه النبات، تبقى الاجابه لتر بي. السؤال اللي بعده ذا اوبزيت فيجر الستريت سام سيلز اوف بير فروت ويتش اوف ذا فولوينج ديسكرايبس سيلز اوف ذس بير فروت تو ويتش اوف ذا نمبر 1 و 2. ادي ثمره الكمثرى فيها الخلايتين، ده مين؟ دي بارين قايمة. عرفت انا منين؟ اوفال اور راوند، جميل قوي. الول سين وإلاستيك، جميل. وفيها لارج فاكيول اور مور، جميل قوي. طب وحضرتك بقى ايه دي؟ اسكيلين قايمة، وما ادراك. بص بقى حبيب قلبي انا رسمناها ايام الشرح تمام كده، وقلنا يا جماعة الخير ده الشكل بتاع الاسكيلرين قايمة، بيبقى فيه بيتد كده، قول اهو ده كده حضرتك، وده في ديبوزيشن من جوه اسمه ليجنين ان اديشن تو سيريلوز، يبقى فيه ترسيب رص وسيب كده تمام، وده الرسمة الطبيعية بتاعتها، ولكن هو بيجيب لك يعني ان هي مغلظة كده عاملة زي الهاني بي كافيتز، يبقى ده حضرتك اسكيلرين قايمة ده نون ليفينج وبيبقى فيه، عشان كده فيها الاثنين. بيقول لك بقى سعادتك ذا تو سيلز بارينكايما واحد واثنين سكيلرينكايما كانت لوز زير سبورت. لا السكيلرينكايما انما البارينكايما ممكن تفقدها لانها بتعتمد على الميه. سيل نمبر 1 البارينكايما سبورتد ويز ووتر، اديني ميه البارينكايما، اديني ميه اديك فيسيولوجيكال تمام. طب واثنين ديت سبورتد تعتمد على السوليد سبستانس، سكليريكايما يخرب بيت عقلك ده انت فيك اثنين، قالت لي اثنين سيليلوز والاهم لجنين ان اديشن تو سيليلوز. طيب ده فروم انسايد ده اوتسايد، تبقى الاجابه ليتر بي. طيب بيقول لي ذا تو سيلز واحد واثنين لوز ات سبورت اف تمبريتشر از ريز، ده بالنسبه للبارينكايما بس، يبقى مش الاثنين البارينكايما بس انما دي لا. طيب سبورت 1 بيرمننت فيسيولوجيكال، لا تبقى الاجابه لتر بي. السؤال السابع وات از ذا ريزلت اوف نون ديبوزيشن اوف كيوتين سبستانس اون ذا ابيديرمس اوف ليفز. احنا اتفقنا كده ان الليف كفرد ويز كيوتين ابر واللور تمام تو ريديوس لوس اوف ووتر. طيب تعال نشوف كده البلانت لوسز اتس هاردنس اند تراجيديتي، النبات لما ما يكونش فيه كيوتين هيفقد الصلابه. الصلابه ما لهاش علاقه بالكيوتين، الصلابه دي مسؤول عنها اتنين اللي هم حبايب قلبي ربنا يحفظكم السليلوز واللينين. تاني الصلابه هنقولها دلوقتي حالا في الاستراكشر سبورت، الاسترنس والهاردنس مسؤول عنهم اتنين سليلوز واللينين، اما بريفنت لوس اوف ووتر اتنين كيوتين وسيوبرين. طيب protecting the plant from microbial invasion غزو الميكروبات، ايه علاقه الكيوتين؟ بص يا حبايب قلبي الكيوتين دوت عباره عن واكسي سبستانس، جميل اميونيتي بقى. طب والواكسي سبستانس ده ماده ايه؟ هايدرو يعني ميه،
فوبك يعني كارهة للماء، ما بتحبش الماء. أول ما المية تنزل على الووتر على الكيوتين هيحصل له سلايدنج، يقع ماشي كده، doesn't settle on. طيب كده الميديم بتاع الفانجاي عشان تعمل عملية الجيرمينيشن ما ينفعش. طب والباكتيريا عشان تعمل عملية الريبرودكشن مش قادرة لأنها محتاجة ووتر. يبقى هل لما ما يكونش فيه كيوتين هل هيعمل بروتكتنج؟ لا، ده كده الانفيجن هيزيد والجيرمينيشن بتاع الفانجاي هيزيد. طيب بلانت اكواير فيسيولوجيكال سبورت، يكتسب مناعه بعدم وجود ده الكيوتين، ده مش هيبقى موجود، يبقى اللوس اوف ووتر هيزيد، يبقى النبات هيفقد الفيسيولوجيكال سبورت. طيب يبقى دي غلط. ذا بلانت سيل لوز زير، انا قلت لك خلي بالك من لعب الالفاظ. تنشن يعني التوتر، انت متوتر ليه؟ اصلا مضغوط. طب والضغط نتيجه اسمه ايه؟ تيرجر بريجر. طب والتيرجر بريجر دوت نتيجه ايه؟ الفاكيول مالها مليانه مية. طب ولما يبقى فيه مية يبقى فيه فيسيولوجيكال سبورت، تبقى لما يبقاش فيه كيوتين النبات هيفقد التوتر بتاعه. يبقى الإجابة الأخيرة بكده بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا انتهينا من حاجة اسمها فيسيولوجيكال سبورت. بقدر الإمكان كده شفنا لكم التكات والحاجات اللي بتيجي في الامتحانات، وبفضل الله عز وجل حلينا الأسئلة اللي جات في امتحانات الثانوية العامة عشان حضرتك تبقى مطمن واستعد بقى يا وحش للأسئلة العالية بإذن الله اللي فيها أفكار أحسن من كده، عشان نتدرب بس، مش عشان أنت تزعل وتتضايق، لا أنا عايزك كده كل ما نفكر أكتر كل ما نشتر أكتر. ربنا يوفقكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.